السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بسيطة جدا، قناة العلوم والتكنولوجيا. أهلا بكم في درس جديد من دروس دورة صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجة. يمكن الدروس دي أنتوا كنتم منتظرينها من فترة كبيرة، وهي دروس قواعد البيانات. طبعا يعني هنقدر إن احنا نبدأ فيها إن شاء الله بإذن الله، سواء قواعد البيانات اونلاين او اوفلاين. النهارده ميعادنا مع الدرس 65 من دوره صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجه. قدرنا ان احنا نوصل ل 65 درس بفضل الله سبحانه وتعالى معاكم. طبعا يعني ان شاء الله مستمرين في الدوره كاول دوره عربيه بخصوص منصه كودلر الهندي الخاص بتصميم تطبيقات الاندرويد بدون كود. النهارده هنتكلم عن قواعد البيانات، وهندي مقدمه بسيطه كده عن قواعد البيانات. بس في البدايه طبعا هناخد تعليقاتكم الجميله على اخر درس، وانا شكرا جدا طبعا بتوجه بالشكر لكل حد بعت لي رساله على الفيسبوك بخصوص شكر على الاداه الجميله اللي هي الديكوريشن، واللي هي بتساعدك في التصميم، وطبعا انا بشكركم جزيل الشكر. طبعا في البدايه كده بنرد على التعليقات الجميله بتاعتكم اللي بتسعدني انا شخصيا بصراحه. بيقول استاذ علاء عبده، بيقول بارك الله فيك، درس ممتاز وشرح ممتاز، ربنا يخليك استاذ علاء. احمد عبد الحميد بيقول انا ما عنديش بيبال، ممكن رقم فودافون كاش. طيب في البدايه كده يا جماعه، يعني يا ريت عشان نقدر نستمر لازم تدعمونا عن طريق موقع بيبال. لو انت عندك بيبال وتقدر تدعمنا باي مبالغ او اي حاجه، طبعا بنكون بنتوجه لك بالشكر، عشان طبعا يعني نقدر ان احنا نستمر في دورتنا يعني. فطبعا ان شاء الله باذن الله هنوفر، استاذ احمد هنوفر رقم فودافون كاش باذن الله قريب، وشاكرين دعمك طبعا قبل اي حاجه. مهندس محمد يحيى بيقول الله ينور، الله ينور، ربنا يخليك، شكرا يا باشمهندس. وزدانا دانا بتقول تسلم ايدك استاذ، ربنا يخليكي، جدا حلوه هي الاداه، هي أداة جميلة جدا بصراحة، ممتازة، ربنا يخليكي، شكرا. محمد أحمد بيقول أنا عايز شرح إزاي أعمل تطبيق زي جوجل بلاي في أسرع وقت، بالله عليك. طبعا يعني هو في نقطة لازم تفهموها وأنا قلتها لكم، لازم تفهموا إن أنا بدي دورة يا جماعة، أنا بدي دورة، ما ينفعش إن أنا أدي أعمل حاجة متطورة جدا في حاجة إحنا لسه في 20% مثلا من الدورة أو 30% من الدورة. عشان اعمل تطبيقات محترفه جوجل بلاي ده، عشان اعمل تطبيق زي جوجل بلاي ده طبعا يعني ده محتاج مجهود ووقت واكتر من درس يعني، عشان اشرح اداه زي دي او اشرح تطبيق زي ده، فهو ما بيتعملش في يوم وليله، ما تفتكرش ان هو هيتعمل في يوم وليله ابدا يعني. فتطبيق زي ده عامل بيبقى اقوى كمان من تطبيقات السوق الالكتروني، فمش هيخلص من يوم وليله ولا فانت طبعا لو محتاج ان انت تفهم تطبيق زي ده او اي حاجه، ممكن تتواصل معانا عن طريق الفيسبوك او يعني برساله للفيسبوك، وتقدر تلاقيها في الوصف ان شاء الله. استاذ احمد عبد الحميد تالي بيقول انا كنت عايز اعمل ليست فيو عربي يعني من اليمين للشمال، ما عرفتش اعملها كارد فيو ورايق، ما عرفتش اعملها كارد فيو ورايق دماغي، ولا في طريقه ثانيه وسايد منيو. طيب هو في طريقه ثانيه بس بالاكستنشن يعني اضافات، في إضافة جميلة جدا إن شاء الله ممكن أنزل لها درس مخصوص عشان خاطرك الفترة الجاية بإذن الله، ممكن أنزل لها درس خاص كده إن أنت إزاي تعمل السايد منيو، لأن برضو طلبت مني سايد منيو من الشمال لليمين. أستاذ مصطفى محمود بيقول ممكن شرح كيفية الاتصال ب كولنار وهل يحتاج تنزيل إيميليتر من اللابتوب؟ طبعا انا يعني كل درس بشرح ازاي ان انا اعمل اتصال، فصعب جدا ان انا اشرح لك يعني. هي الفكره كلها حاجه بسيطه خالص، ان انت هتيجي عند تيست هنا وتكون منزل برنامج اسمه كودلار، برضو نفس الحاجه دي تمام، وتقدر تنزل فيها البرنامج ده على موبايلك وبتعمل كونكت، وبيحصل ان انت الموبايل بتاعك بيتحول لكاميرا وبيقرا الحاجه دي وخلاص، وبيبدا يعمل تيست بالظبط. عندنا تاني بيقول، وممكن تشوف الدرس التاني والتالت يعني. عندنا تاني بيقول مراد، بيقول ما شاء الله درس تحفه بجد، لك فضل كبير، الله يبارك لك ويرزقك. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، احنا مجرد اسباب يعني، طبعا يعني احنا
بنقدر ان احنا نعلمكم، او يعني يعني بنديكم المقدار اللي عندنا. طبعا احنا برضو بنتعلم من ناس تانية، يعني هي الموضوع ماشي كده، احنا بنتعلم على قد ما بنقدر ان احنا بنفيد الناس. المصحف المدرسي بيقول يا ريت تعمل شرح ربط كولر بجوجل شيت، وانا في انتظار طبعا، هيبقى في سلسلة دروس قواعد البيانات اللي احنا بدأنا من الدرس الحالي. عمر مطراني بيقول لو في الامكان شرح عن واجهة التسجيل ساين اب لوجن ووصول البيانات اليها، طبعا هنشرحها يعني مخصوص في دروس قواعد البيانات. يعني خلاص احنا دخلنا النهارده بداية اول درس لقواعد البيانات، فلازم تكون ايه، لازم تكون تكونوا معانا ان شاء الله. استاذ عماد بيقول تسلم يا هندسه، اسلوبك مميز ورائع جدا، ربنا يرزقك بالخير ويكبر خاطرك ان شاء الله. ربنا يخليك استاذ عماد، ربنا يخليك، شكرا. مصطفى محمود بيقول ممكن شرح عن سيرش في كولار مثل دليل الاطباء، اول ما اكتب اسم طبيب يطلع لي الصوره، طبعا الطبيب والمكان والكشف بصورة اني مجهزه مسبقا، مجرد اطلبها بكتابة اسم الطبيب واضغط بحث. طبعا انا فهمتني، كل الشكر ليك يا استاذ. طبعا موضوع البحث ده هنعمل له درس مخصوص باذن الله، بس بعد ما نكمل دروس قواعد البيانات باذن الله اللي هي بدأناها، هنبدأها من النهارده ان شاء الله. شكرا لك على الدرس، كنت اجل هذه الاداه، استفدت كثيرا منك، واصل تحياتي من المغرب، اهلا بيك واهلا باهل الناس، اهل المغرب الجمال اللي انا بحبهم شخصيا يعني. تحية ليك وتحية لأهل المغرب الجميلة. يعني إن شاء الله ربنا يخليك يا رب. فيني بيقول أو فاني بيقول تسلم مدة، يا ريت لو تسوي شرح عن صنع تطبيق ترجمة احترافي زي جوجل باستخدام أداة ياندكس. هو على العموم في، أنا كنت هعمل شرح على ياندكس بتاع الترجمة، بس هو في مشاكل في الموقع حاليا بخصوص الـ API الخاص اللي بيديه لكودلار، فتقريبا توقف الموضوع ده. لكن في لو عايز تعمل تطبيق ترجمه انتظرنا ان شاء الله، هنعمل لكم تطبيق ترجمه قريب جدا باذن الله. اولا انا بشكر كتير التعليقات الجميله دي، بشكركم كتير، ويا ريت لو تقدر ان انت تدعمنا تقدر بالوصف، هتلاقي فيه رابط البي بي ال، تقدر لو تقدر لو تدعمنا ان شاء الله هنكون شاكرين جدا ليك بإذن الله. وتقدر تتواصل معنا على الفيسبوك عشان لو في أي سؤال أو أي استفسار إن شاء الله. طبعا النهاردة هنتكلم عن قواعد البيانات. يعني إيه قواعد البيانات؟ يعني إيه قواعد البيانات؟ قواعد البيانات مهمة جدا، تمام. قواعد البيانات دي عاملة إيه؟ يعني أنا أشرحها لكم بطريقة بسيطة جدا. قاعدة البيانات دي حاجة موجودة بنخزن فيها معلومات وحاجات زي كده عشان نقدر ان احنا نستدعيها بعد كده، عشان نقدر نستدعيها في اي حاجه احنا محتاجينها. يعني وليكن انا عايز اخزن في بعض الاسماء، وليكن محمد، احمد، ابراهيم، محمود، عزت مثلا، كل ده انا عايز استدعي ان محمد ده مثلا بيشتغل مهندس، عزت ده بيشتغل محامي، ممدوح مثلا بيشتغل طبيب. الحاجات دي كلها انا عايز استدعيها لما اجي احطها في قواعد بيانات، لما اقدر استعيد من الداتا اللي عندي او قواعد البيانات اللي عندي، اقدر استعيد كل الحاجات دي وكل تفصيله من التفصيلات دي، تمام. نقدر ان احنا طبعا يعني قواعد البيانات عندنا بتتكلم في يعني هي طبعا مبنيه اكتر على حاجه اسمها السيكوال. السيكوال دي طبعا انا مش هديكم يعني تفصيل عن قواعد البيانات، ولكن انا هشرحها لكم بالموضوع اللي بيخدم فيه دورتنا، يعني لان هي طبعا بحر، يعني السيكوال دي بحر كتير. هي طبعا لغات برمجه خاصه بقواعد البيانات. السيكوال دي بتقدر ان انت بتترجمها بتتخزن في سيرفرات سواء داخليه او خارجيه، لما يبقى في اونلاين او اوفلاين. يعني اوفلاين بتبقى داخليه، اما الاونلاين بتبقى سيرفرات خارجيه خاصه بمواقع او غيرها. طبعا عشان الموبايل ده حاجه صغيره والمساحه بتاعته بتبقى صغيره، فبيبقى مخصص لبعض قواعد البيانات او بعض برامج قواعد البيانات، وخاصه بيه حاجتين، ويمكن اكتر حاجتين مشهورين، وهي الماي سيكوال والسيكوال لايت. الاثنين دول خاصين بالموبايل.
في عندنا برضو بنستخدم حاجة اسمها تايني داتابيز، ودي بتبقى خاصة برضو بقواعد البيانات الداخلية. طبعا يعني قواعد البيانات اتطورت اكتر واكتر، وبقت ليها اوامر معينة بتتكتب. طبعا عندنا في كودلار طبعا مفيش كتابة، عندنا كل حاجة بالبلوكس. عندنا تاني برضو يعني في بعض البرامج الخاصة بالسيكوال العموم، زي الاكسل، زي الحاجات دي، وتقدر ان انت بتستخدمها برضو. عندنا ان احنا نقدر نستخدمها في حاجات كتيرة خاصة بالاكسل، و هنقدر ان احنا نوريكو حاجات زي دي. زي ما احنا قلنا كده، بتبقى في قواعد خاصة بمفتوحة المصدر، ودي بتبقى سيكوال، بتبقى داخلية، وفي قواعد بيانات السحابة اللي هي الخاصة ب الاونلاين، وبتبقى في قواعد بيانات خاصة بمتعددة النماذج، ان هي فيها اكتر يعني من حاجة. وفي حاجة اسمها دي صن، دي خاصة ب مصممة لتخزين المعلومات المستندية واستيرادها، وكمان طريقة حديثة لتخزين البيانات، وطبعا احنا هنستخدمها برضو في كودلار. الفكرة كلها عندنا اللي هنقدر نستفيده عندنا في دورتنا الداتابيز. الداتابيز اقدر الاقيها فين؟ عندي في كودلار. تمام، اقدر ان انا الاقيها عندي في حاجة اسمها ستورج. تمام، هتلاقي حاجات معينة موجودة، منها كلاود نيري وفايل وسبريد شيت وسيكوال لايت، وفي تايني داتابيز وتايني ويب داتابيز. اول حاجه دي خاصه بالموقع كلاود نيري، وفي بيديك الاي بي كي والاي بي اي، الاي بي اي كي والاي بي اي سيكريت والكلاود نيم، كل ده عن طريق الموقع ده. تمام، ده بالنسبه لاول حاجه. احنا هناخد حاجه يعني عامه كده. تاني حاجة اسمها فايل، ودي الملف اللي موجود، طبعا بيبقى ملهاش أي علاقة بالجزء. كل ده إن شاء الله هناخده، إزاي يبقى في ملف عندك فيه بعض البيانات وتقدر إن أنت تجيب منه البيانات. في سبريد شيت، ودي يمكن من أشهر الحاجات وطلبت مني كتير، سواء على الفيس أو سواء في التعليقات. دي بتستخدم في الأونلاين. تمام، وبتقدر إن أنت تحط فيه الاي بي اي كي. في موقع اير تيبل هو اللي بيدعم السبريد شيت دي، بتقدر ان انت تاخد منه القواعد البيانات اللي انت محتاجها عن طريق الاون لاين. في سيكوال لايت، طبعا من ضمن الحاجات المشهوره جدا السيكوال لايت، اللي هي زي الماي سيكوال، بس بتبقى بيانات صغيره، تقدر ان انت تستدعيها، وتقدر ان انت تستفيد بيها في مشروعك. يمكن من ضمن الحاجات المشهورة جدا في المجال ده، او مجال تصميم التطبيقات بدون كود، وهي أداة تايني داتابيز. تايني داتابيز دي بتبقى بيانات داخلية مش اونلاين، بتبقى بيانات داخلية، تقدر ان انت تحفظ فيها معلومات معينة، وتستخدم ليها استخدامات معينة، تقدر ان انت تحفظ بيها بيانات مؤقتة بس بتبقى بمساحات قليله. في تايني ويب داتابيز، ودي من ضمن الادوات الجديده اللي مش هتلاقيها في اي موقع من المنصات الخاصه بتصميم تطبيقات الاندرويد، وهتلاقيها يمكن موجوده حصريا في كودلر، عشان تقدر ان انت تستخدم القواعد البيانات دي اون لاين. ده بالنسبه لي الحاجات اللي موجوده في الكودلر، بس في حاجات تانيه موجوده وهتلاقيها اكتر في البلوكس، وهي حاجات الليستس. الليستس دي بتقدر ان انت تستدعي حاجات من الليستس دي، اللي هي زي ليست خاصه بان انت تقدر ان انت تعمل استيراد لقواعد بيانات من عن طريق ملفات سي اس في الخاصه اللي هي الاكسل شيت. بتقدر ان انت تستدعي الحاجات دي، تقدر تستدعي حاجات كتيرة منها، وتقدر تستدعي الليست الخاصة بيها، وكل ده إن شاء الله هندرسه في قواعد البيانات الموجودة عندنا. أتمنى يكون درس النهاردة خفيف، تقدر عرفت منه إن أنت إزاي قواعد البيانات، إن أنت إزاي هتقدر تستفيد منها،
من خلال درسنا النهارده لازم تكون مركز جدا، لازم تكون يعني دروس قواعد البيانات اللي جايه لازم تكون مركز في كل كلمه، لازم تكون مركز في كل حاجه عشان تقدر ان انت تستفيد اكتر واكتر باذن الله. ان شاء الله نلتقيكم على خير باذن الله مع دروس جديده. لازم تكون مركز اكتر في قواعد البيانات، لازم تكون مركز اكتر مع الدروس القادمه من دوره صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجه، عشان هنقدر ان احنا نشرح لكم اكتر في قواعد البيانات وكل اداه او كل حاجه مستخدمه في قواعد البيانات سواء الاوفلاين او الاونلاين، وكمان هنقدر نعمل منصات خاصه بالتسجيل الدخول سواء اونلاين او اوفلاين، وتقدر ان انت تستفيد بيها في دروسك القادمه ان شاء الله. يمكن في حاجه اخيره احنا ما قلناهاش فيه بالنسبه لي الـ 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 القواعد البيانات، وهي الخاصه بجوجل والفاير بيس الخاصه بيه برضو والجوجل اكاونت، كل ده الحاجات دي برضو نفس النظام بتدخل في اطار قواعد البيانات ان شاء الله هنقدر ان احنا نفيدكم بيها قريب ان شاء الله. اتمنى لكم كل توفيق، ومع تحيات بسيطة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.